يا جماعه دلوقتي وانا مسافر بنقول لكم باي باي عشان توم اللي بيجري ورانا. خلاص كده اتوقع انهم مش هيجي لنا البيت تاني، صح يا تطا؟ ان شاء الله يعني. خلاص خدت كل العفش كده وماشيين بره البلد اللي احنا كنا فيها، ورا عند اهلي شويه مطبات وانتوا سكستا علي. واخويا طبعا معايا، وتاتا معايا لان تاتا هو اللي هيبات معايا بعد كده عشان خاطر لو طلع لنا توما وطلع لنا حاجه ينقذنا من الموضوع ده. ولا تاتا انا جايبك الهيرو بتاعي، لازم تكون سترونج. ايوه يا كينج كونج. صورني يا ابني، صورني يا ابني، انا مسافر كده زمان. يا جماعه احنا دلوقتي ماشيين اهو، خلاص مسافرين من البلد اللي احنا كنا فيها عشان نروح بلد تانية عشان لو ما يجيلناش توم خالص. فانا زي ما وعدتكم طالما همشي يعني همشي، مش عايز اقعد هنا تاني عشان لو قعدت هنا اكتر من كده انا عارف اللي هيحصل. اوكي خلاص بت الكاميرا. اوكي يا جماعه، هو يا التيشيرت كبير يا انا مش عارف اجي في الكاميرا يعني شويه يعني. فزي ما شايفين احنا دوبك خدنا كل حاجه بتاعتنا، المفروض ان انا رحت برده مكان تاني عشان خاطر زي ما قلت لكم وزي ما وعدتكم ان انا همشي من البيت هناك، لان زي ما انتم عارفين في مطارده لليوم السادس من توم المتكلم وزوجته. واللي انا اكتشفته متاخر جدا ان مرات توم معايا. مش ما تسالنيش السؤال اللي انا بقول لك ده ليه يعني، ما تقعدش اسال نفسك كتير لان اكيد مش تبقى معايا انا يعني. هي قطه وهو قط والاثنين تطبيقين نفس البرمجه نفس كل حاجه، بس الفرق ان ده للولاد وده للبنات. اكيد هي مش تيجي معايا انا يعني. فهي طلعت كانت بتساعده هو ان هي تمشيني من البيت، لان حصل حاجه انا ما كنتش متوقعها خالص، وهو انه الكلب بتاعي اتسرق. بالظبط زي ما بقول لك كده، الكلب بتاعي اتسرق. وبعد ما خرجت من البيت على طول، هما ما اعرفش اتسرق ولا هرب ولا ايه، بس هو الكلب بتاعي ضاع عامه. وهو ضاع معناه ان هو اتسرق زيه زي العربيه بالظبط، الاثنين كده اختفوا. فالموضوع بقى صعب عليا اكتر. كلموني ناس كتير جدا على موضوع العربيه ان هم شافوها، وناس كتيره جدا دلوقتي بتكلمني على موضوع الكلب لما كلمتهم على الانستجرام بتاعي بتاع الورق. والله خضتني لان انا قاعد هنا لسه ما لزقتش الحاجات دي. فده السفنج اللي بيشيل صدى الصوت، فانا مش عارف. حتى في الفيديو اللي فات برضه اتخضيت نفس الخض. المهم يا جماعه، اخر حاجه اتبعت لي، والنهارده اليوم السادس الساعه 3 مساء، اللي اتبعت لي قبل الفجر بدقائق قليله جدا، اللي هم كانوا بيحاولوا يسيطروا عليا. مش عايزك تسال نفسك ازاي مكامل هيسيطروا عليك توكينج توم وتوكينج انجيل، ازاي مجرد قطط. ناس كتير بتقول لي ازاي قطط يا مكمل يخلوك تمشي من البيت انتوا شفتوا اللي حصل، انتوا شفتوا المطاردات وشفتوا اللي حصل منهم وكميه الرعب والخوف اللي كانوا جوايا لما جيهم في البيت عندي، لما جوا لي هنا اول مره. اصلا الحكايه اصلا كانت بادئه من هنا، بس الحمد لله بعدت عن الموضوع ده كده خلاص. واتوقع انهم ولا في مراقبه ولا في اي حاجه، ووضعنا هيبقى فل السمباتيك لما جينا المكان هنا. تعالوا اوريكم اللي اتبعت لي اخر مره، وهو ده زي ما انتم شايفين كده. انا مش فاهم ده، وخايف ان انا اعمل عليكم على الكاميرا كتير يعني. انا هفضل اعيدها لان هو تقريبا 34 ثانيه، 34 ثانية من نفس الفيديو. في الآخر في حاجة غريبة حصلت، بس أنا الصراحة خايف عليكم أنتم إن أنا لو شغلت الفيديو الآخر حد فيكم يحصل له حاجة، لأن أتوقع إن دي بتعمل إغماء أو تنويم مغناطيسي. مش عارف هو ده اللي أنا أعرفه أو مش عارف والله، بس هي بعتت لي على أساس إن هم هيسيطروا عليا. المفروض إن أنا في البيت هناك، والنهاردة اليوم السادس، المفروض إن كان يوم هيعملوني كده فاهمين، اللي هو يخلوني أشوف ديت وبعد كده أنام كده يغمى عليا، اليوم شايلني كده وطالعين بي. والله العظيم انا ما عارف اللي كان هيحصل، بس هو ده اللي في دماغي واللي انا بتخيله. شوفوا ده اللي انا كنت شايفه لمده تقريبا 34 ثانيه تقريبا. انا لو وريتكم على الفيديو ده اتفرجت عليه الاخر، اتوقع ان ممكن يحصل لكم حاجه، فعشان كده انا مثلا في نصه كده اقطعه لكم. هي نفس الدوائر ونفس كل حاجه اهو، شايفين بتفضل تخش وتخرج لجوه. طبعا انت بتفضل باصص للنقطه اللي في النص، اتوقع بيتعمل لك تنويم مغناطيسي. اكتريتكم عارف الموضوع ده، واكتريتكم كلمني على الانستجرام بتاعي اهو. هوريكم دلوقتي اكتريت الناس اللي عندي على الانستجرام. ده الانستجرام اهو، قبل ما ابدا ده الانستجرام. خلوني والله انا معاكم كده اظبط البتاع دي عشان ايه فاهمين، عشان الصوت بس. وده حتى الثانيه وقعت، حتى تظبطي ويا ريت ما تقعيش تاني عشان مش ناقصه رعب كده. تمام اتوقع كده تمام.
خلوني اوريكم بقى اخر التحديثات اللي حصلت بعد مثلا ما بعتوا لي امبارح اللينك. تاني يوم على طول اللينك ده اتبعت لي من توكينج انجل اللي هو فيه التنويم المغناطيسي. المفروض ان هم كانوا عايزين ينيموني، والله اعلم بقى كانوا يعملوا ايه، الله اعلم بقى يمكن كان زمانه فين دلوقتي. لولا ان انا الفيديو اللي انت شفتوه في اول المقطع اللي انا رحت من البيت للبيت كده وكنت على العربيه وشال العفش وكل حاجه، وانا ما كنتش كدبت عليكم لما قلت لكم ان انا هسيب البيت، فعلا سبته وجيت هنا، حتى الشنطه بتاعت السفر جيب بيها، وكان يوم ما يعلم بقى ربنا. المهم تعالوا اوريكم الناس على الانستجرام، اكتريتكم كتبوا لي حلول، واكتريت الناس قالوا لي ان في يوتيوبر بتاع وقعت صح؟ يب كنت عارف. يوتيوبر اجانب حصل معاهم نفس اللي بيحصل معايا، وهوريكم دلوقتي بعض التفاصيل وبعض الفيديوهات للناس ديت واللي حصل معاهم برضو نفس الكلام بتاعي. ودلوقتي اكتريت الناس، اوكي شايفين دي الناس اللي زي العسل والله العظيم اللي بتتابعنا على الانستجرام. يا محمود انا بحبك خالص، وخلي بالك من نفسك وحاول تتخلص من توم الشرير وربنا يسعدك. شكرا جدا يا احمد 123 اف اف، انا اسمك كبير جدا. طبعا اكتريتكم كل واحد فيكم كاتب لي حل للموضوع، وفي اللي بيدخل يطمن عليا ويسال عليا. انت في كلا الحالتين انا بشكرك جدا انك اصلا دخلت على الانستجرام وسالت ام كامل بيعمل ايه او ايه اللي حصل له من موضوع توكينج توم. بشكركم جدا كلكم. طبعا خليني اوريكم مثلا رساله ثانيه اهو، شوف يا ام كامل، مش هو توم المتكلم عايز يقتلك، انت تخلص منه الاول. من مين؟ من هبه فرحان. هبه فرحان يابا، هبه فرحان بتقول لي لو هو عايز يعمل فيك كده فانت ابدا، فاهمين؟ قبل ما يتغدى بيك انت، لا قبل ما يتعشى بيك انت تغدى بيه، حاجه زي كده، فاهمين ازاي؟ اوكي ام كامل، هو انت نقلت اوكي اهو شايفين ام كامل. بص اللينك اللي انت بتدخل عليه مش الغلط، انت لما دخلت لعبه توم ولما وافقت على المايك هما سامعينك في كل حاجه. لو قافل اللعبه انا يوتيوبر والله وبحاول ان انا اساعدك، انا من جيش المكمليون، راح انزل الموضوع ده على قناتي واخلي الناس يدعموك ان شاء الله. احنا المكمليون الجامدين، اسمي احمد اخوك من مصر، اتمنى تطلعني بالفيديو ام كامل وانت نقلت انا بطمن. طبعا دي بعدها بيوم بعت لي ان هو بيطمن عليا، شكرا يا احمد انا بشكرك جدا. طبعا بشوف الرسائل بتاعتكم على الانستجرام، انا بس بقول لكم ان في اكتريتكم بيقول لي حلول وبيطمن عليا ان هم ان انا نقلت ولا لا. اوكي روح عند اهلك ودي احسن حاجه انت ممكن تعملها ام كامل، شكرا ليكي جدا يا فان بودة، مش عارف اسمها فان بودة تقريبا، بجد بشكرك جدا. وانا عارف ان انتوا عايزين ما ترجعش البيت ده تاني، اوكي يا محمود ما ترجعش البيت ده تاني، وسلام بقى عشان توم ممكن يدخل البيت، سلام. شايفين دي رسائل كلها عماله تجيلي من جاسر، جاسر ايوه شكرا يا جاسر. مش عارف يعني كمان خلي بالك من توم عشان ممكن توم ايه يظهر لك. اوكي دي ادم، ادم وشوشو شكرا يا ادم. والله هو ظهر يعني، مش عايز اقول لك يعني هو ظهر وخلاص وعمل اللي عليه وكان بيحاول النهارده ان هو يسيطر عليه. فشكرا على الرسائل بتاعتكم، ما تبعتليش لعبه النهارده بس ابعت لي الفيديو اللي هو غريب جدا ده اللي كانوا بيحاولوا ان هم يسيطروا عليا فيه، اللي انا مش فاهم منه اي حاجه، اللي فاهم اي حاجه والله لسه واخد شاور فحاسس ان انا كده فاهمين شكلي غريب بس مش مشكله. المهم شوفوا ده الفيديو، هو الفيديو اصلا كان متكبر كده فاهمين ازاي، انا اول ما فتحته كده، تخيل انت تفتح موبايلك بكبر الشاشه تلاقي كده رعب رعب او ماي جاد. اكيد انتوا فاهمين قصدي صح، فاهمين قصدي تمام. طيب انا عايز اوريكم حاجه دلوقتي، حاجه انتوا اكيد كلكم عارفينها او اكيد كلكم يعني شفتوها قبل كده، ان هو اليوتيوبر الاجانب اللي بيظهر لهم توم وتوكينج انجل. طبعا هتقول لي يا ام كامل انت ممكن يكون زيهم مثلا ان هم اجانب ممكن يظهر لك انت هم لا، او ممكن يظهر لهم هم وانت لا. على فكره هو اللي خلى توكينج انجل او توكينج توم يظهر لي ان انا نزلت مقاطع كتيره عنهم وكنت دايما بستهزأ بيهم، او اللي هو ايه توكينج توم ده انت مجرد لعبه، ده انت ما بتعملش انت ما بتسويش، ده اللي خلى الموضوع يبقى جد شويه وخلى الموضوع يتطور شويه. فهمتوا ازاي؟ هوريكم دلوقتي بتكتبوا ايفل، اوكي ايفل توكينج اوكي تو. تعالوا اوريكم في يوتيوبر وحيد هو اللي حصل معاك او كذا واحد، بس الوحيد اللي بيحصل معاه نفس اللي حصل معايا دلوقتي. اوكي هوريكم دلوقتي واسمه اهو جيستر، شايفين ده جيستر. جيستر ده كان بيحاول ان هو يتصل على توم ويتكلم مع توم ويحاول ان هو يتواصل معاه عشان خاطر يبعد عنه، برضه حصل معاه نفس اللي بيحصل معاه دلوقتي، ولكن هو الموضوع كان متطور بالنسبه له اكتر واكتر، لان انتوا عارفين جيستر قناه كبيره. فاللي حصل معاه ده كان بالنسبه لي انا يعني انا بالنسبه اللي بيحصل معايا ليه هو جزء صغير كده حاجه بسيطه، انتوا فاهمين ازاي؟ انا بس عشان يعني مش مدخل الموضوع في دماغي ومش مهتم، واصلا يعني انا عايز انهي الموضوع ده وعايز كده اعيش الحياه الطبيعيه واروح البيت واعمل الفيديوهات اللي انا بعملها عن ماين كرافت والحاجات ديت، فعشان كده بحاول ان انا ابعد عن الموضوع، فهو عشان كده بعيد عني والاجزاء اللي بتحصل معايا فهي اجزاء بسيطه من اللي بيحصل مع جستر. فانا اوريكم دلوقتي جستر واللي بيحصل معاه، يعني عايزكم تتخيلوا جستر. اوكي جستر 2 اوكي
اوريكم توم دلوقتي. لا اوكي انا تقريبا ضيعته، لا ما ضيعتوش. جستر، خلينا نجيب القناه تاني. اوكي نعمل كده. كان عارف ان انا تعبكم معايا، بس مش مشكله مش مشكله، ما انا لازم انا اتعبكم معايا، ما انا بتعب انا كمان، فاهمين ازاي؟ اوكي جستر توم اهو، اوريكم دلوقتي اهو. يا عم يا عم مش وقته الاعلان ده، مش وقته خالص يعني. انا بعمل المقطع كده ومش وقته اعلان، انت فاهم يعني؟ مش وقته، عايزين نخلص نخلص. خلص اوكي خلص اهو، انا هجيب لكم نص المقطع. انا عايزكم بس تركزوا، هل ده نفس اللي بيحصل معايا ولا لا؟ وعارف ان اكتريتكم هيعرف ان ده نفس اللي بيحصل معايا. وكمان لما بقول لكم حطوا لايك على المقطع، شايفين اهو علامه اللايك، بقول لكم حطوا لايك زي ده كده، عشان هو كان بيعمل نفس الكلام وبيحاول يوصل الموضوع او اللي هو الفكره او الفيديو لكل الناس، عشان تشوف ايه اللي بيحصل، عشان يحاولوا ان هم يساعدوه او يكلموه على انستجرام ويساعدوه اللي حصل معاه حاجه زي كده. فانا عشان كده بقول لك حط لايك زي ما انا لسه حاطط لايك كده، وانك تعمل اشتراك في القناه. الحاجات اللي انت بتعملها دي بتساعد اهو، الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات اهو، كمان اللي انا بعمله ده بيساعد ان الفيديو يروح لناس اكتر، عشان نقدر ان احنا نوصل لحل. يمكن يكون انت قاعد بتتفرج ومثلا ممكن تساعدني بحاجه بسيطه تطمن عليا، ولكن في حد تاني بيبقى عارف الحل اللي ممكن يساعدني ويخلصني من الموضوع ده نهائي، فهمتوا ازاي؟ فهي الفكره في كده. تعالوا بس اوريكم. اوكي بص الظل اللي هناك ده. Where the hell are you going? Shit. The hell, guys? You see that? Why was he so big? Guys. Oh, no, he doesn't come in here. I need to blend in. I need to blend in. يا عمي يا عمي مش وقتك، شايفين؟ شايفين اللي بيبقى ماشي على الارض ده؟ عايزك كيف؟ قول لي ازاي؟ عايزك تقول لي ازاي، وقول لي يعني. انا بحمد ربنا ان انا اللي عندي ده حاجه بسيطه يعني، فاهمين ازاي؟ حاجه كده ايه تيجي جنب اللي هو بيعمله ده، حاجه بسيطه. لان انا لو زودت في الموضوع وان حاولت مثلا اقرب منه اكتر او كده، انا عارف ايه اللي هيحصل وعارف ايه اللي ممكن يحصل من الموضوع ده. فعشان كده زي ما انتم شايفين رحت مكان تاني وخدت شنطتي وخدت حتى خدت البيت معايا كده، فهمتوا؟ شلت البيت كده على العربيه كده وجيت بكل حاجه فيه هنا، وخلاص كده الموضوع بقى تمام. وحتى انا ممكن اخد لكم جوله في المكان يعني دلوقتي، الحاجات اللي انا نقلتها وكده. بس انا عايز اقول لكم ان انا مش هقعد هنا كتير برضه، لان انا مش حابب القعده هنا وان انا ما بقعدش هنا كتير، فهضطر ان ارجع هناك وهنهي موضوع توم ده، لان خلاص يعني تتخيلوا ان هم وصلوا لدرجه ان هم عايزين ينيموني مغناطيسي. مش فاهم ليه الفكره. هل مثلا عرفوا ان انا عشان بصور في الوقت ده؟ انا عايزكم بقى انتوا تشغلوا دماغكم معايا، هل عشان انا بصور في الوقت ده مثلا ممكن يعملوا حركه زي كده وينيموني ان انا ما اصورش وكده، ولا هم عملوا كده ليه؟ واللي بعت لي اللينك توكينج انجن مش توم، عشان تبقوا عارفين اللي بعت اللينك توكينج انجن مش توم، يعني اللي كانت بتحاول تساعدني في الحلقه اللي فاتت هي الحلقه دي بتحاول تضرني. فانا انا ما بقتش فاهم، دماغي كده عامله، عارفين انتوا هنا في 404 مش عارف اي حاجه في اي حاجه، وبحاول اتخلص الموضوع ده. فانا دلوقتي هخش على ماينكرافت واحاول ان انا حتى لو هسيب لهم رسائل بسيطه قصيره ليها علاقه بالموضوع عن اللي هم كانوا عايزين يعملوه معايا النهارده، وهسيب لهم برده فخ كده بسيط جدا احاول ان انا اشوف هم جيهم ولا لا، وبس ده اللي انا اقدر اعمله. ويلا خلونا نخش على المقطع. اوكي يا شباب بنات، وزي ما معلش امسك الساس شويه. اوكي يا شباب بنات، زي ما انتم شايفين دخلت لعبه ماين كرافت، والمفروض دلوقتي ان انا اسيب شويه رسائل، وفي نفس الوقت اقول يعني بجد انا لو طولت ان انا شباب يعني اغلط وكده، بس انا اعمل ايه لو جيت اغلط؟ تخيلوا كده اغلط مثلا في توكينج توم وتظهر لي توكينج انجل اللي المفروض كانت بتساعدني، بس والله ماشي. احنا بقى سيبنا من ده كله يا شباب دلوقتي، وخلوني اوريكم بقى السيرفر اللي المفروض ان ده اللينك اللي اتبعت لي، بنفس اللينك اتبعت لي لينك سيرفر ولينك اللي احنا شفناه اللي هي كانت الخدعه البصريه اللي كانت بتحاول ان هي تنومني مغناطيس. يا شباب اقسم بالله الموضوع مرعب، مش تخيلين قد ايه. تخيل كده مثلا تصحى الساعه 3 كل يوم بلينك جديد بتهديد جديد، والمره دي اللينك كانوا عايزين ينوموني فيه مغناطيسي عشان خاطر ايه؟ ما اعرفش، عشان يسيطروا عليا، عشان يعملوا، والله ما اعرف يا شباب. غير كده ان دلوقتي دخلت السيرفر اللي هم كانوا باعتينه ومفيش
ايه ده تنويم مغناطيسي في لعبه مونيكا. يا عيال عيني يا عيال، اقسم بالله حاسس ان هي بتتحرك. عارفين كده، حاسس ان هي بتتكبر كده. او ماي جاد، حاسس ان لا ما تبصش الحاجات دي كتير، ما تبصش، خلينا نمشي من وراها. اوكي يا شباب، انا دلوقتي هجمع خشبتين كده ولا حاجه، عشان انا عايز اكتب له كلمتين كده بالانجليزي اللي انا اصلا مش عارف اكتبهم له ازاي، بس انا هكتب له كلمتين عشان البني ادم ده يبعد عني هو ومراته، ومش عايزين ولا مشاكل ولا مشاكل مراته. يا شباب خلاص، احنا نبعد عنك يا عم توكينج توم، انت وعمته توكينج انجل، ومش عايزين مشاكلكم. هي دي اخر حلقه كده، ونريح دماغنا يا شباب. صح ولا انا غلطان؟ هو ده اللي انا عايز اعمله. انتوا برده اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. اوكي الحاجة بتقع من ورايا، وغير كده في رعد وبرق، ده معناه ان اخونا قرب مننا. اخونا مين اللي هو توكينج توم؟ طبعا يعني هيكون مين يعني. المهم خلينا نعمل كده. هات يا ام كامل، بسم الله، حط دي هنا. اوكي كرافتنج تيبل، مش عايز تطلع كرافتنج تيبل. اوكي لا هي بتعمل بس فيها لك شوية. اوكي انا عايز اقول لكم ان انا خايف جدا، اقسم بالله خايف لا حاجه بس ظهرت من ورايا كده، فاهمين؟ بس اللي هي الجامب سكير دي بس. اوكي الرعد ده جه ورايا بالظبط، اقسم بالله ورايا بالظبط، حرفيا ورايا. توكينج توم لو انت موجود انا عايز اتكلم معاك كلمتين، وكل واحد يروح لحاله. توكينج انجل، اوكي تفاحه كده، فاهمين ازاي تفاحه؟ اللي عمرها ما طلعت لي بتطلع لي دلوقتي. توكينج توم، توكينج انجل، احد منكم لو هنا يعني اتكلم معاك كلمتين بس، عشان انا مش قادر اكتب الصراحه، والكلام اللي هكتبه اكيد انتوا مش هتفهموه. اوه ماي جاد، شفتوا يا عيال؟ شفتوا؟ انا كمان شفته، اقسم بالله كان هنا، هو اللي حرق الحته. الله ركز بس في كل مكان. توكينج توم عايز اتكلم معاك والله، انا ما بعملش مشاكل، وعايز اعرفك ان انا مش بتاع مشاكل حتى، عشان انت عملت. ايوه توكينج توم، توكينج يا اخي بتختفي ليه؟ عايز اتكلم معاك كلمتين، مش فاهم والله بيختفي ليه ده. عايز توكينج توم، توكينج توم يا عمي ما تعصب والله، اللي راح اقفله في وشه كده. توكينج توم، توكينج توم يا القط المتكلم، لو انت هنا اظهر يا. اوه ماي جاد يا عم، خضتني، المفروض هيظهر في الحته دي، ليه ظهر هنا؟ شباب خلينا نبعد عن المنطقه دي، خلينا نكتب له رساله اللي انا عايز اكتبها له واريح دماغي. اول رساله جو اواي، والله عايز اكتب له اواي بس مش عارف اكتبها له. اوكي جو اواي، اوكي خلينا نكتب له كده جو اواي. اوكي اكتب له جو اواي، بعد كده علامتين تعجب كده اللي هو بعيد عندنا كده، تمام. موضوع مرعب جدا، بس خلونا هو اللي فوق ده يا اخي، والله بيظهر وبيختفي والله. اوكي جو اواي، ايه جو اي وعادي يعني، انا مش عارف ايه اللي كتبوا له ده بجد الشباب يعني، اقسم بالله. ام كامل از بيوتيفول، اوكي بيوتيفول، والله يا بيوتيفول كلها غلط على بعضها، بس انا كاتبها كده وانا عارف انك كاتبها غلط، عشان مش عايز ارجع للكلام تاني، لان لو رجعت التصوير هيقفل. ا بيوتيفول، ا بيوتيفول مان يا عم، والله العظيم انا راجل كويس يا عم، والله العظيم راجل كويس يعني، ما تعملش فيها كده. اقول له ايه طيب تاني يعني، اقول له ايه؟ اوكي اي جيف يو، اوكي اكتب له اي جيف، اوكي بلاش يو، اي جيف توم، اوكي توم، اوكي لان اتوقع اكيد هو مش شايفه من ان هو بيتكلم عليه يعني. 1000 مش عارف ايه دولار، اوكي دولار يا اخي، دبل دولار، دولار يا ام، مش عارف تكتب دولار، دولار اند دولار ايه تاني شبكه، دولار جيفت مثلا، جيفت. بحاول ان انا اغريب اي موضوع يعني يوافق، بس هو يوافق بس على موضوع الفلوس ده، وعلى يا عم خضتني يا عم والله، افتكرتك توكينج توم، افتكرتك توكينج توم. امشي من هنا، امشي من هنا انت ومراتك كده، امشوا امشوا. توكينج توم بتعرف تقرا؟ انت بتعرف تقرا بس ينفع تيجي تقرا الرسائل دي؟ انا هبعد عن المكان عشان انت تقراها براحتك. اوكي خلونا نبعد كده.
خليني نشوف هيكتب لنا ايه. اوكي هو بيقراها بيقراها بيقراها. اوكي هيكتب حاجه صح؟ هيكتب حاجه هيكتب حاجه. ليتس جو ليتس جو يا عيال ليتس جو. هيكتب حاجه ليتس جو. ده خاف البتوع اللي انا كنت. خلونا نشوف هيكتب ايه وهيمشي. خلونا نشوف هيكتب ايه. بس شوف هو كان بيحاول يسيطر عليه. انا كان نفسي اعرف هو ليه بيحاول يسيطر. ليه كانوا عايزيني ابقى واحد منهم او اللي هو ينوموني كده مغناطيسي. والله ما عارف والله ما عارف. خلاص شوف هو بيكتب ايه. خلاص مستخبين هنا كاننا مش موجودين اصلا. هو اكيد مش شايفنا يعني. اوكي يا ترى هيكتب ايه بقى. انا عايزكم تتوقعوا تحت في الكومنتات يا ترى هو هيكتب ايه. انا اتوقع ان هو هيكتب مش عارف ان ما هو ما تهديد الشباب. اي تهديد يعني من الاخر. اي تهديد انتوا عارفين توك الجيتوب هيكتب اي تهديد. طبيعي طبيعي يعني طبيعي. بس خلص ايه بيكتب قصيده. لا وقعت وقعت وقعت. اسخبوا ورا الشجره. بيكتب قصيده ده ولا ايه؟ اوكي لسه ما خلصش. شايفين الديل بتاعه يا حال. اقسم بالله انا اول مره اشوف. اوكي يو ار سو فاني. اوكي اوكي خلونا نشوف كتب ايه. خلونا نشوف كتب. غلط فيا يا شباب غلط فيا. انا متاكد ان هو غلط فيا. استنوا يو ار سو فاني. انت بجد مضحك. ام نوت ستيوبيد كات. انا مش قط غبي. يو ويل جوت يور. اوكي الحته الاخيره دي يا عيال والله الحته الاخيره دي باينشمنت مش عارف ايه كده. خلونا نكتب روح كده على الترجمه كده ونشوف دي معناها ايه يا شباب. اوكي الليل بدا يلاقي. خلونا بس عشان نهرب بسرعه. اوكي خلونا نقرا الحته الاخيره دي بعد اذنك. اوكي التقط. اوكي خلونا نشوف كتب ايه بعد اذنك من الانجليزي عربي. بيقول لي انت مضحك جدا. انا لست القط الغبي. سوف تحصل على عقاب. عقابي عقابي ليه وانا عملت لك ايه يا توكينج توم؟ والله العظيم ما كلمته شويه مجرد فيديوهات. هو لو عايزني امسحها انا ما عنديش مشكله بس ما يزودش ام الموضوع كده. شباب انا اكتبوا لي حل تحت في الكومنتات وانا اكيد هنهي ام الموضوع ده. وانا عارف اللي حصل يا شباب. سلام يا شباب. سلام يا شباب.